تصريح بومال مدرب مولودية الجزائر، ماذا قال في نهاية المباراة؟ هل كان راضيا عن النتيجة؟ نشاهد أو نستمع لما قاله بومال ثم نعود. Je trouve que la meilleure équipe ce soir sur le terrain c'était le Mouloudia. Les intentions, les situations de but. Après ce sont des derbies, il y a toujours un petit peu voilà, des enjeux supérieurs à des matchs un peu plus classiques. Voilà, mais j'ai rien reproché aux garçons, ils ont fait un gros match dans la générosité, dans l'engagement. Il manquait que le but, on a eu beaucoup de situations je dis. Voilà, donc on continue notre marche en avant. Et très fier des garçons dans la démarche de vouloir bien faire encore une fois ce soir et d'essayer de faire plaisir au public. Que vous qui avez de l'expérience, un mot concernant le public d'aujourd'hui. C'était magique, sincèrement, des tifos, des chants, ils nous ont poussé tout le match. Je trouve que le monde entier devrait s'inspirer, ce match il devrait être diffusé parce qu'il y a du spectacle dans les tribunes, il y a eu du jeu ce soir, il y a eu l'envie de bien faire et ça devrait être exporté dans le monde entier. Merci. Merci. Bomal yabdou ghayra munza'ij min natija ta'adlu kanu radi bil-nuqta. بالطبع نتيجة إيجابية للمولودية. ما نقولش خارج ديار لأن مولودية ويسمى نفس الملعب. حقيقة المبادرة كانت من طرف المولودية. الأفضلية كانت من طرف المولودية ولكن المقابلة حدتها يعني ما كانش المستوى العالي. لأن بغض النظر عن الكلاسمو بغض النظر عن لونجو كما يقول المترجم المدربين في الجزائر لما يجوا للجزائر أو حتى المدربين لوكو اللي يخدموا في الجزائر يقول لك أنا المهم ما نخسرش في الديربي. هذا الفكر هذا تلقاه يطغى على اللعب. يطغى على اللعب. سي بور سا هنا بان لك بومال يعني راضي ومرتاح راضي يعني لانه الهدف الاول الحق له ما يخسرش ونفس الشيء اللي قاريدو اللي هو بو لوي ليسونسيال ما يخسرش وتبقى مباريات واحده اخرى واحده اخرى هذا عنده مغزى كبير وكان انا شفت مره اذا تفكر كوربيس كوربيس جا بتفكير اخر في الديربي كوربيس كان يدخل باش يربح المباريات كل انترينور نعم من تصريح بومال الى تصريح بليلي شاهدوا وتابعوا ماذا قال لا وين دربيش لعبنا ضد فريق مليح الحمد لله رانا بريمير رانا هاربين مع صواب المهم ما خسرناش نادوا هذا فوز الشعب تاعنا التعادل تعادل على المهم رانا في الصداره كملوا هكا ان شاء الله بطوله هذا العام كلمه للجمهور اليوم يوسف كلمه للجمهور لي دو يعطيهم الصحه فرحونا ويحفظهم نعم لما تسمع بلالي يقول المهم ما خسرناش ايضا وكانه راضي وقال حتى يعني اخطا قال نهدي هذا الفوز ل نهدي التعادل النقطه هو نفس الكلام يتكلم المدرب بومال ولو كان عاودوا نسمعوا ما نشاف لك كان تصريح تاع مدرب تاع اتحاد العاصمه ويقول لك ايضا انا راضي بالنتيجه هذه تاع صفر مقابل صفر. سمعت لي الكلام هكذا محمد انا راضي الاثنين نقطه ولو الاتحاد اليوم راه موجود يعني في مكان اللي ماهوش مشرف ولكن شوف المكان اللي راه فيه مولود ولكن اليوم التعادل تاع الاتحاد العاصمه يعني النقطه اللي جابوها خير من صفر تصور لو كان خسر الاتحاد العاصمه اليوم راح تكون يعني بدايه الكارثه اكثر من 70,000 مناصر اليوم اقتنوا التذاكر من اجل مشاهده هذا الاداء الكارثي فوق ارضيه الميدان احدهم علق وتعليق اعجبني قال كان يجب على اللاعبين ان يقتنوا التذاكر من اجل مشاهده ما يفعله الانصار فوق المدرجات اللاعبون هم الذين كانوا مطالبين باقتناء التذاكر وليس الانصار كلام جميل محمد كلام جميل وحقيقه صح يعني اللاعبين اللي كانوا فوق ارضيه الميدان محمد كانت تنقصهم هما اللي يخلصوا باش يشوفوا الجماهير يعني كانت تنقصهم محمد الفعاليه محمد واش تكلمت انا تكلمت لك حاجه محمد في كره القدم ما كاش لي سونتيمون محمد كره القدم تعتمد على القوه البدنيه وكما تكلم لك محمد لاعب تقني وكان جاوبه سامير خويا اللاعب التقني محمد لو تكون عنده المهارة البدنية يعني لاكاليتي يعني فيزيك القوة البدنية ناقصة ما يقدرش يوظف لا تكنيك تاعو محمد القوة البدنية دائما ما تعمل هي الفارق لو يكون عندك لاعب متوسط وتكون عنده قوة بدنية كبيرة أنا كمدرب راح نفضل اللاعب المتوسط اللي عنده قوة بدنية راح يجيب لي الإضافة لكن لاعب محمد مهاري
على غرار بعض اللاعبين ما نقدرش نجيب أسماءهم. محمد يلعب في مولودية الجزائر أمام 70,000 متفرج، ما تقدرش تراوغ واحد ولا اثنين. أنا ما نلومش بلايلي محمد، بلايلي لا كارير تاعو راهي في ظهره، نلوم لاعبين آخرين وما نقدرش يعني نتكلم عليهم، لأن في كرة القدم محمد كل شيء واضح، المستطيل الأخضر يكشف اللاعبين. أنا لعبت هذا الدربي، لعبت محمد في أجواء خرافية، لاعبين محمد كانوا قوة بدنية. ما تقدرش محمد لازم تكون صحيح باش تلعب في مباراة مثل هذه والأجواء محمد. ولما تكلمت لك على الضغوطات، هادو لاعبين محمد ما يعرفوش قيمة هذا الدربي وما يعرفوش حجم محمد أنك تقوم بمباراة كبيرة. محمد رفيق صيفي من الدربي ذهب إلى فرنسا 10 سنوات في الاحتراف، نور الدين ذهب من الدربي راح الكايزر سلوتن، محمد واسموك كايطا من الدربي وسط الميدان الارتكاز راح لينيس من مولودية الجزائر على ما أظن، ليس كايطا لاعب آخر، كايطا تعرف فريق وفاق ستيك، هناك عدة ديانج راح للأهلي. أنا مش متفق معك فقط بخصوص بلايلي، لما تقولي ما نلومش بلايلي أنا أقول لك اللوم بلايلي لعدة أسباب. مسيرة طويلة مع المنتخب الوطني الجزائري، هو نجم النجوم اليوم في الديربي، عنده خبرة في الدوري الجزائري، لعب لاتحاد العاصمة، لعب لمولودية وهران، جول في مختلف البطولات العربية، لعب في فرنسا، واحد من صناع ملحمة القاهرة 2019، يتقاضى مبلغ ضخم من أجل حل العقد في هذه الدربيات الكبرى، وأيضا من اللاعبين المعول عليهم في كأس إفريقيا. أنا واحد كنت من أشد المدافعين على بلايلي وإعادته إلى المنتخب الوطني الجزائري، لأني أتقاسم ربما الفكرة مع سمير أنه بلايلي حتى بنصف مخزونه البدني بإمكانه إيجاد الحلول في ربع ساعة، في 20 دقيقة، في نصف ساعة يمكن أن يجد الحلول، خاصة ثنائية بونجح بلايلي، يعني عندك سلاح فتاك بونجح بلايلي، هذه الثنائية يجب استغلالها في كأس إفريقيا ولو لعشرين دقيقة نصف ساعة، هذا رأيي. ولذلك اليوم لما تقول لي لا أنا ما نلومش بلايلي نلوم لاعبين آخرين، لا أنا نقول لك اللوم سيد القوم، بلايلي هو سيد القوم، بلايلي هو أفضل لاعب في مولودية الجزائر، هو هداف الدوري الجزائري، هو من يحمل المولودية على كتفيه. يعني عندما تغيب الحلول يمكن أن يظهر بلايلي بمراوغة بلقطة بهربة، لذلك أنا لوم بلايلي، هذا هو السبب. محمد لو بلايلي وقتش نلومه أنا، لو كانوا عنده لقطات وهاد اللاعبين اللي يلعبوا معه محمد لحقوا له كرة ثانية حال تسجيل. مشت اليوم بلايلي يتحدث مع الحكم أكثر من لعب الكرة؟ كنت أنا أتكلم، قلت لك تحدث في بداية المباراة. هل هذه يعني أنت عندك خبرة طويلة في الملعب، لماذا تتحدث مع الحكم؟ هنا تشوف ضغط الدربي محمد، ضغط الدربي لعب يعني دار الفعلة تاعو محمد، دربي فيه ضغط كبير محمد، لعبته فيه ضغط كبير، حتى وإن اسمك يوسف بلايلي واسمك أي لاعب تكون لازم فوق أرضية الميدان تكون جاهز وتقدم الإضافة. محمد لما قلت لك يوسف بلايلي ما نلوموش، هل كانت عند يوسف بلايلي لقطة يعني وجها لوجه أحد من اللاعبين اللي يلعبوا معه أعطوا له كرة سانحة؟ هو دائما واللي يصنحها محمد يوسف بلايلي واللي يصنحها. شاهدنا اليوم يا حسين أنت تغطي الشمس بالغربال، شاهدنا بلايلي اليوم أكثر أنانية، شاهدنا يحاول التسجيل من الركنية، شاهدنا يتحدث مع حكم المباراة أكثر مما يلعب الكرة. نحن لا نتحدث عن تاريخ يوسف بلايلي، قلت لك أنا من أشد المدافعين عن عودته للمنتخب الوطني، وأؤمن بإمكانياته وأحبه كثيرا وأحب مهاراته وأحب مشاهدته ويلعب، ولكن يجب أن نقول الحقيقة. اليوم يوسف بلايلي كان خارج الإطار، تقول لي ضغط المباراة، ضغط الأنصار، ممكن ضغط جمال بالماضي لأنه كان يشوف فيه الناخب الوطني، ضغط المدافعي اتحاد العاصمة عليه أيضا، لقى ربما دفاع قوي اليوم اتحاد العاصمة، رضواني ليس لما نقول بأنه بلايلي لم يلعب جيدا اليوم، ما هذا ليس إنقاصا من قيمة بلايلي، لأننا نحب بلايلي، لأننا نخاف على بلايلي، لأننا نريد من بلايلي أن يكون أفضل. يجب أن ننبه اللاعب بأنه اليوم إذا تمشي الكأس إفريقيا بهذا الأداء راح تكون عندك مشكلة كبيرة، أنك راح تلقى أفارقة بقامات فارعة بقوة بدنية أكثر من القوة التي شاهدناها اليوم من مدافع اتحاد العاصمة. أنا أشاطر قاسي سعيد لأنه قال كلام جميل وقال كلام موزون، قال لك عنده فرصة 15 يوم يجب أن يعمل ليل نهار في السر في العلن، يجب أن يرفع من مخزونه البدني حتى يكون جاهزا لكأس إفريقيا. صح محمد، راك تتكلم في أشياء واقعية، أنا ما قلتلكش بلايلي قدم مباراة في المستوى أو فوق المستوى، هو قدم مباراة تحت المتوسط، لكن ما كانش عنده كرات سانحة أو كرات سهلة للتسجيل،
ومع أن يوسف بليلي محمد لو نتكلموا على يوسف بليلي ما تقدرش تستنى إلا الدربي. صح الدربي هو هي مباراة كبيرة، هي مباراة اللي هنا يبانوا اللاعبين. أنا نستنى في الدربي، أنت ما تستناش في الدربي، أنا نستنى في الدربي. لكن أنا نشوف الدربي لأنه الدربي معيار حقيقي. ممكن المولودية مع احترامي للجميع لم تواجه فرق كبيرة، فرق قوية جدا في الدوري الجزائري. الديربي محك حقيقي، الديربي اختبار مهم، اختبار حقيقي. محمد لو ترى يوسف بليلي في عدة مباريات قبل هذا الديربي هو كان مفتاح تاع كل المباريات محمد. نعم. ما تقدش تطلب من لاعب واحد انه يكون ديسيزيف دائما ويكون هو اللي يسجل لك، هو اللي يمرر. محمد عنده 17 بارتيسيباسيون في الأهداف، يعني 17 هدف مشارك فيه. هذا شيء يعني قلت بأننا لا نتحدث عن تاريخ بليلي ولا ليس عن تاريخ محمد هذا الموسم، ليس التاريخ، نتحدث عن مباراة اليوم. مباراة اليوم كان تحت المتوسط محمد وما لحقتوش كرات كثيرة. نعم. والشيء اللي أزعجني محمد هو تنفيذه لركنيات، الركنيات 4 ركنيات محمد ينفذها بتلك الطريقة. هنا نقدر نقول لك بلي. نعم. خطأ كبير من طرف لاعب مثل يوسف. نعم. بليلي. مشاهدي